السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم شاهدنا كيفاش يحل التصريحات، يعني التصريحات لشي صوالح، واحدة التصريحات ملاح، يعني وين طارق العزيزي النهار اللي يهدر على جيبوتي، قلت له جيبوتي ما كان والو، متخوف ما خافوش من جيبوتي. قلت بلي انا واحد الناس قلت التصفيات صعاب غادي نفوزوا، خاطر علاه؟ لو كان ماركينا في 20 دقيقة الاولى بوركينا فاسو كنا نربحوها، ما كنتش غلط، كنا نربحوها بربعة. ضيعنا دو بيت بعد الهدف، ضيعنا قبل الهدف تاع فيغولي، جابوا تاع فيغولي ماركيناه، جات موراها اللقطة تاع إسلام سليماني، خدمها مليح إسلام سليماني ولا يعطيه الصحة. أنا ما نسبت يا ونشوف لي مد في غولي، قلت لك في غولي إسلام سليماني بلايلي زروقي لا يعطيهم الصحة، مايسترو كانوا زعماك في المستوى، وكانوا زوج تدخلات تاع مبولحي اللي أنقذ الفريق الوطني، يعني من كارثة كانت تروح كاينة كارثة. شان طارق العزيزي اللي قال صح، ما نحصلوهاش في الصح ونحصلوها في الاربيت والفا. يا ودي احنا كنا غادي نربحو، كربحنا نسمعوا هذا الصوالح، ايا كربحنايا على رقبتكم نسمعوا هذا الصوالح، نولوا نسمعوا باللي ما يخوفونا لا بالحمان لا بلي زاربيت لا فار لا طوبا لا قط لا سبع، مكاش عندنا فريق انايا، عندنا من وكنا كاع غادي نهضروا هذه الهضره كنا كاع نمشوا معاها عاود يوم من تتلاقى بكف تقول له دوك نجيب لك خويا، ولا هضرب على روحك، البدا على روحك، هاي راكم تهضروا على ليزاربيت وليزاربيت هم حاقرينكم، هاكو نهضروا شكون اللي حارب الكفاءه، ما بغاش الكفاءة تجي، وهو السيد جا ما بالماضي، سبحان الله ما نعقلو، جا دار لهنا حملة لزاتشي باش يقعد، وصل تال عند الرئيس وضرب على زاتشي، قال له صايق الورقة طاحت، زاتشي وين حشاها روحو وحشاوها له، ضربة تاع المغرب، ضربة تاع من قبل يقلعو البوليزاريو من الأخرى، يقلعوها من الاتحاد الإفريقي، فماك زاتشي كوب عرف كوما قبل شكا غادي يجي هنا يولي باطل قومي، بصح هو ما عرفش وشدنا بالماضي، كان يدافع عليه بالماضي، قال لهم زاتشي خدم وزاتشي مد لي كلش وعطاني كلش وخلاني نخدم وخلاني من ودار لي كلش، نسى كاع اللعابه، دافع على زاتشي، دافع على الناس، دافع على صحابه، هو اللي بعد الكفاءة. شكون هذاك؟ وليد صادي؟ لا تاع راوراوا ما عندي ما ندير به، ما خاصنيش. عن طريق يا تاع راوراوا ما خاصنيش. يا ودي خلوا راوراوا يجي، لا ولا نروح، لا 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 ولا لا 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 تا ولاو يدخلوا لك ليزاربيت البيسيار، انت هدرتها ماشي انا هدرتها، على حسابك انت بالماضي. وبعد ولاو يخرجوا ناس اللي كانوا في الفيسبوك مهبلينا، ما يهفونا لا بحمان لا بسطات خاسر لا والو. حنايا نربحو ستاد خاسر، نربحو ستاد من ولينا في بلادنا، ولينا نهضرو في بلادنا، الحشيش خاسر، خلينا باش نقراو لادفيرسير ولينا نهضرو الحشيش، روحنا للمغرب في طول نقراو لادفيرسير ولينا نشكرو في ستاد تاع مراكش ونعايرو في بلادنا، من المغرب ولينا نعايرو في بلادنا، كاين بزاف امور. اليوم ما نحصلوش في ليزاربيت وما نحصلوش في الصح، ما نحصلوش منها برحمة الوالدين، مصاروا داروها لكم جابوها لكم قاسوها لكم، والناس اللي بدتها سحرونا بدات تربع عليك، كاللي بات على الزمان الصباح يخرج يمشي يطيح ينوض يبدا يشوف الغاشي شكون اللي عينو، هاودي كول مليح انت ياكل، انت الصباح نايض تضرب في القهوة بالدخان، قهوة ديالك بالدخان، وباغي انت لينارجي غي هاك يجوك، انت باغي لينارجي غي هاك يجوك، كون ما تاكلش مع الصباح. هاو كاين بزاف صوالح، هاو نتا ياكي دوزيام، نتا بريميير ميتو مي كنا مسيطرين، ما كانوش ساحرينا، مي ماركينا البنت ما ساحروناش، وماك
هو اللي بيسحرك لازم كاع ما تمركيش، اللي بيسحرك كاع ما تمركيش. والاربيت اللي بغى يحقرك، الاربيت ماركينا وقلع عنا ما قلع عناش، علاه ميتري سليماني ميتري بلا جوار وضربها وكو دخلت، كان غادي يقلع المد ما يقلعش. لي زاربيت راه حنايا 2003 حقرونا، لي زاربيت حنايا 2008 مصاربه ولاو يشرو البوله دخلت ميترا تاع انتر يحيى والناس ما شافتهاش، الاربيت قالو جوي لافونتاج هذوك. واه بصح اليوم تجي تقول لي نصيبو السبايب تاع لي زاربيت يمكن له كوفي كوجا كيفاش ولا يخرج في الحمراء ولا يصفي هذيك. واه وين اكد الدولي السابق طارق العزيزي ان المدرب بوركينا فاسو تفوق تكتيكيا على الناخب الوطني جمال الماضي حيث قرأه جيدا خاصة في الشوط الثاني، وقال ان المدافع الايسر خساف الذي خلف رامي بن سبعيني لا يصلح حتى للعب في البطولة الوطنية، وارجع الفائز بكأس افريقيا مع الخوض في الدور في الدورة الجزائرية سنة 1990 كالعاب ان التغييرات التي احدثها بالماضي في الشوط الثاني لم تكن في محلها، خاصة اشراك بغداد بنجاح ما كان مسجل رباعية في شباك جيبوتي اسلام سليماني، والدليل على ذلك ان بنجاح كان متسرع وتائه في مجمل الدقائق الذي لعبها حيث ضيع هدف الفوز بعد كرة التي اهداها له رياض محرز في الدقائق الاخيرة. اردت ان اشاهد ديلور لكن ديلور يبقى اللغز، لماذا ديلور لا نشاهده في مباريات مثل هذه؟ حقيقة وان تفاجأت لمردود السلبي المقدم من طرف زملاء محرز خاصة في الشوط الثاني، فالمنتخب خيول ليس بذلك المنتخب القوي ودفاعه ظهر ثقيل، ولقطة بنجاح كانت كافية لتحقيق الفوز في الرمق الأخير من المباراة. الأكيد حتى أن التغييرات لم تكن في محلها، خاصة إشراك بغداد بنجاح ما كان مسجل رباعية في شباك جيبوتي إسلام سليماني، والدليل على ذلك أن بنجاح كان متسرع وتائه. مردود خساف كان متواضع مقارنة بالأداء الذي كان يؤديه بن سبعيني وأيضا بن قبلة الذي لم يقدم إضافة شأنه شأن بن رحمة الذي صنع ضيع كرات كثيرة. لكن يقولون أن الشوط الأول للاعبين الذين خرجوا غانمين بفضل الهدف سفيان في غولي، والشوط الثاني للمدربين حيث اتضح للعيان تفوق المدرب بوركينا فاسو تكتيكيا على بالماضي هذا الأخير الذي خسر الرهان أول مرة منذ إشرافه على الخوض، أليس كذلك؟ يعني أجل من أجل التقني بوركينابي عارف كيف يسير اللقاء حيث قرأ خطة بالماضي جيدا في الشوط الأول وفاز عليه في الشوط المدربين. ضربة الجزاء التي تكلم عليها الكثير وأوضح واضحة، والمدرب ومحرز كان قادر على تسجيل الهدف وهو من كان يبحث عنه، يعني يبحث عنها كان قادر، يعني كاين بزاف أمور لازم ما نصيبو السبة بالحكم واستعمال تقنية الفار، كنا قادرين على الفوز بكل سهولة، لعبنا الشوط الأول بكل ارتياحية وكنا الأقوى، لكننا للأسف ضيعنا عدة أهداف وكل الظروف كانت مواتية لذلك، لكن المنافس درسنا وحقق نقطة التعادل التي كان يبحث عنها. أكيد خاصة أن المنتخب النيجر ليس بحجم منتخبنا العالمي، وأتوقع أن بالماضي سيصحح الأخطاء التي وقع فيها في موقعة بوركينا فاسو، بالإضافة من إضافة 6 نقاط كاملة لرصيده، وبالتالي الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، لأن منتخب خيول سيفوز لا محالة على المنتخب الجيبوتي ذهاب وإياب. أتمنى أن يعود منتخبنا الوطني إلى مستواه المعهود وعودة إلى ديناميكية الفوز والحفاظ على سجله خالي من الهزائم لمقابلة 29، وإن وضع لقاء الخيول الأخير في طي النسيان وفتح صفحة جديدة مع الانتصارات. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ماذا بينا على واحد من الناس، ماذا بي نروحوا بعيد. بصح اشتيا لا لازم ما نحصلوش، ما نولوش نهضروا وما نخافوا قبل بارتيا نهضروا الحشيش، نهضروا الحشيش الحشيش الحشيش، ما عندناش ارانب حنايا، هذه هي ما عندناش ارانب.